صحيفة التيار، وجاءت هذه المرة بعنوان والله العظيم هذا لا يرضينا. يستهل الكاتب زاويته بالقول من المحزن للغاية أن يضطر مع شيوع القوات المسلحة للاحتجاج أكثر من مرة وبمختلف الطرق الهادئة الصامتة، وبعد أن تضيق صدورهم عن احتمال التجاهل يلجؤون لإقلاق الطرق كما حدث بالأمس، أولا قبل مناقشة مطالبهم. الانتساب إلى القوات المسلحة ليس كأي مهنة، فهي مهنة الموت عند النداء بلا أدنى تردد. ويمضي عثمان مرقني بالقول، فالعسكريون يتدربون من أول يوم على شرف الموت دفاعا عن الوطن، وتقودهم عقيدتهم المهنية لأقصى درجات الفداء بالتضحية بأغلى ما يملكه الإنسان حياته. من المخجل أن يضطر مع شيوع القوات المسلحة إلى لفت النظر إلى حالهم وقضيتهم بعد أن أعياهم الانتظار وضح في سمع الحكومة التي استمرت أن تسمع بالسماعة. كل من له حاجة عند الحكومة لا يجد سبيلا سوى إقلاق الطرقات أو حرق الإطارات. ويستمر الكاتب بالقول، المطلوب أولا وقبل الدخول في تفاصيل المطالبات المستمرة أن تكون للحكومة القدرة على الاستماع والتفاعل، لا مع معاشي القوات المسلحة فحسب، بل مع كل مواطنيها في مختلف قطاعاتهم ولو كان صوت شخص واحد. فالحكومات الرشيدة قادرة دائما على أن تسمع وترى شعبها وتحس بأوجاعه وتجتهد في إرضائه. ويختم عثمان مرقني بالقول، من الحكمة أن ينظر إلى المسألة في إطار كلي يشمل معاشي القوات المسلحة في ترتيبات الدمج والتسريح، فكثير من معاشي القوات المسلحة قادرون على العمل في مواقع مدنية أخرى وبكفاءة أعلى من بعض نظائرهم المدنيين. الصمت والاكتفاء بإقلاق الطرق في وجه المحتجين ليس حلاً، فهي قضية عادلة تستحق أن يسمع لها لإيجاد تسوية عادلة يرضاها الجميع.